الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت، تتابعونا من الميدان من تلفزيون مستقبل. وفي العناوين، سألوني عن سبب الرد، أنا ما لقيت سبب واستغربت الموضوع، بس هذا كل شيء. الراعي في بعبدة داعيا إلى تجنب لغة استنباط الخلافات، وعون يتسلم أوراق اعتماد سفراء. بيان لأهالي عسال يؤكد استهداف حزب الله شاحنة نقل في جرود البلدة وإصابة سائقها حسين الحجيري بجروح. قول يا رب، قول حبيبي يا رب. يوم رابع من الغارات الهمجية على أحياء حلب، وقصف عنيف على مناطق الغوطة الشرقية. وفي النشرة تتابعون، في رياضة، ليو ميسي يضع شروطا جديدة على برشلونة لتجديد عقده. تحية طيبة وأهلا بكم. اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن عيد الاستقلال استعاد هذا العام قيمته ورونقه وعزته بوجود رئيس الجمهورية ميشيل عون بعد فراغ حرم اللبنانيين من إحياء هذا العيد الوطني الكبير. كلام الراعي جاء بعد لقائه عون في قصر بعبدة قبيل مغادرته بيروت، متوجها إلى أوروبا في زيارة تستمر حتى نهاية تشرين الحالي. زار البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي قصر بعبدة، حيث اجتمع إلى رئيس الجمهورية ميشيل عون في خلوة. تلاها اجتماع موسع حضره مطارنة الطائفة المارونية. الراعي اعتبر أن عيد الاستقلال استعاد قيمته ورونقه بوجود رئيس للجمهورية، مجددا تهنئة عون بانتخابه. وإذ تمنى أن يوفق الرئيس يسعون في تحقيق أمنيات اللبنانيين وآمالهم، أشار إلى أنه لم يرى سببا للرد الذي تناول كلامه في بكرك أمس، وقال إنه استغرب الموضوع. فنجدد لفخامته رسميا تهانينا الحارة بانتخابه رئيسا للجمهورية، متمنين له النجاح في تحقيق كل أمنياته الوطنية الكبيرة لمؤازرة المؤسسات الدستورية والعامة ومعاونيه. وتشرفنا أيضا بهذه الزيارة لفخامة الرئيس لنقدم له ومن خلاله لكل اللبنانيين أخلص تهانينا وأمنياتنا وتمنياتنا بعيد الاستقلال المقبل، وقد استعاد العيد قيمته ورونقه وعزته بوجود رئيس للجمهورية بعد فراغ حرم اللبنانيين من إحياء هذا العيد الوطني الكبير الذي يشكل أساس كرامتنا كلبنانيين في وطن ينعم بكامل استقلاله وسيادته. سألوني عن سبب الرد، أنا ما لقيت سبب واستغربت الموضوع، بس هذا كل شيء. بدوره شكر عون البطريرك وأعضاء الوفد المرافق على تمنياتهم، مشددا على أهمية مشاركة جميع اللبنانيين في الورشة الوطنية التي حدد خطوطها العريضة في خطاب القسم. رئيس الجمهورية عرض الأوضاع العامة في البلاد مع النائب هادي حبيش الذي حضر إلى بعبدة للتهنئة بانتخابه. إلى ذلك، شهد القصر الجمهوري تقديم أوراق اعتماد 7 سفراء معتمدين في لبنان، هم سفراء كندا، العراق، قبرص، باكستان، أذربيجان، النمسا وتشيكيا. وقد نقل السفراء إلى الرئيس عون تحيات رؤساء دولهم وتمنياتهم له بالتوفيق في مسؤولياته الوطنية، مؤكدين له العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبلدانهم. في تحركات، التقى وزير الخارجية جبران باسيل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل الذي غادر من دون الإدلاء بأي تصريح. اعتبر عضو كتلة المستقبل النائب جان أوغا سابيان أن الجدل الذي دار أمس بعد المواقف الصادرة من بكركي قد تم تخطيه، ودعا في حديث لبرنامج كلام بيروت إلى تشكيل الحكومة سريعا لأن الوقت يداهم الجميع. انتخاب الرئيس عون أجا كرس وأكد ورسخ مفهوم النظام السياسي اللبناني على أنه باقي ومستمر. أجا حمي مسألة الدستور اللبناني، مسألة اتفاق طائف، مسألة الميثاقية في لبنان. من هنا نحن شعرنا أنه بانتخاب الرئيس عون وتكليف الرئيس سعد الحريري معناته أنه لا والله في أمل أنه هذا البلد، هذا الوطن اللبناني لا يزال وطن نهائي لكل أبنائه. الوقت عم بيداهمنا، عم بيداهم اللبنانيين كلهم، عم بيداهم البلد. والله الوضع خطر، والله الوضع خطر.
خطر داخليا وخطر خارجيا وخطر على كافة المستويات. هلأ في فرصة علينا أنه نستفيد منها. هلأ أنا إذا بدي فتلك بمسألة الحقوق والواجبات والبورصة والأسماء والحقائب، مين قله مين عليه مين بحق له، بهمني النتيجة النهائية. أنا كمواطن لبناني بطلب أنه يكون في حكومة بأسرع وقت، وهذه الحكومة ناس جايين لجوا لحتى يشتغلوا مع بعض مش لحتى ينقروا، من أجل هذا المواطن اللبناني، من أجلنا نحن، أجل أولادنا وأجل حماية هالبلد. هلأ فيما خص أنه الانتخاب مثل ما ذكرت، ما في شيء بيمنع أبدا، ما في شيء بيمنع أبدا أنه المجلس النيابي هو يتابع دراسة القانون، يتابع دراسة القانون أنه تألفت الحكومة ما تألفت، الحكومة وضعت مشروع قانون انتخاب جديد أو ما وضعت، ما في شيء بيمنع ابدا انه المجلس النيابي يقوم بدوره في موضوع قانون الانتخابات، لانه معه القوانين كلها موجوده. اذا نحن معتمدين على الحكومه هيدي لحديت ما تتالف وفيما بعد تعمل بيان وزاري وتحصل على الثقه انه مره يمكن شهر شهر ونص لتبلش تدرس قانون انتخاب، يعني رحنا هون عم نقول للناس انه ما في قانون انتخاب جديد، رايحين على قانون الستين، وبالتالي ما فينا نبلش من الصفر. أمل وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال بطرس حرب أن تشكل الحكومة في أسرع وقت ممكن وأن تضم أكفاء. كلام حرب جاء خلال لقائه في الوزارة. موظفي وزارة الاتصالات وأجيرو والهيئة المنظمة للاتصالات وشركتي الخلوي ألفا وتاتش. بتمنى أن الجهود اللي عم تبذل تتشكل حكومة تنجح بأسرع وقت. وبتمنى أنه يتولى الوزارة ناس أكفياء عندهم التوجهات المبدئية والوطنية اللي نحن حركتنا، لأنه أنا بدي حط أماني بين الوزير الجديد. أنا بعض الناس قالوا غطيت عبد المنعم يوسف، دكتور عبد المنعم يوسف، أنا لا، أنا كنت عم غطي الإدارة، مش عم غطي، عم بحمي الإدارة، لأنه مش كل ما واحد تشدق واتهم، وخصوصا إذا كان في موقع المتهم هو، بيتعرضوا كرامة الناس، مش كل ما صارت إلا أبدا. ضميرنا مرتاح، حاولنا ندافع عن حق اللبنانيين وعن الأموال العمومية ودفعنا، وضعنا حد للسرقات اللي كانت عم تحصل في الإدارة على الإدارة ومن قبل المهيمنين على الإدارة، وعززنا مداخيل الدولة اللبنانية من وقف السرقات، طورنا اللي فينا نطوره في ميدان الاتصالات. تلقى رئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس مهنئا بعيد الاستقلال. الرئيس الحريري استقبل في بيت الوسط السفيرة الهولندية في لبنان التي لفتت إلى أنه من المهم جدا أن نسمع أن التطورات تسير بالاتجاه الصحيح، فمن الإيجابي جدا أن يكون هناك رئيس جمهورية الآن في لبنان. أنا هنا منذ العام 2013 وأعتقد أنه التطور الأكثر إيجابية خلال تلك الفترة، فالتركيز سينصب منذ الآن على المشاكل الوطنية اللبنانية والتي تمس الشعب نفسه، سواء بالنسبة إلى النفايات أو الكهرباء أو التعليم أو الصحة، وهي قضايا بحثناها مع الرئيس الحريري. وأنا أتطلع إلى إعلان تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن لرؤية كيف ستسير الأمور بانتظار الانتخابات النيابية التي ستجري في العام المقبل، فحينها سيكون قد آن الأوان لأن تسير كل المؤسسات مجددا على السكة الصحيحة بما يمكن لبنان من العمل على مستقبله مجددا. من عكار أكد الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري أن ما تقوم به المملكة العربية السعودية أسمى وأكبر من أن تتنطح له إيران التي تثير الفتن في العالمين العربي والإسلامي. برعاية الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري وحضوره، كرمت منسقية الجومي عكار حجاج بيت الله الحرام في احتفال أقامته في قاعة لجراسياس في حضور النائبين نضال طعمي ورياض رحال والنائب السابق مصطفى هاشم ورئيس دائرة الأوقاف الإسلامية الشيخ مالك جديدي وحشد من الشخصيات السياسية والدينية. الاحتفال استهل بتلاوة عطرة من القرآن الكريم ومن ثم كلمة ترحيبية للشيخ فواز الحولي.
الحريري قال: ليت ما نشهده في الحج من مشهد مهيب للحجيج يستمر طوال العام ليبعد عن الشعوب الإسلامية المقهورة كل ما تعيشه من دمار وذبح وقتل وتطرف يتستر بالإسلام للإساءة إليه. وحيا الحريري مقاومة الشعب الفلسطيني التي تشرف كل مسلم عربي بدفاعها عن الكرامة وحفاظها على المسجد الأقصى في القدس، والذي نمني النفس جميعا بالحج إليه. فليكن حجكم لله وحده لا للناس ولا للمظاهر، لأن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أيها الأحبة، نغتنم المناسبة اليوم لتوجيه الشكر باسمكم جميعا إلى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. ولا شك في أن ما قامت وتقوم به المملكة العربية السعودية من واجب خدمة الحجيج بكل كبر أسمى وأكبر من أن تتنطح له إيران صاحبة التاريخ الحافل في استغلال الدين والتشويش على مواسم الحج وإثارة الفوضى فيها تتم لما تقوم به في السياسة والفتن من محاولات لضرب المملكة التي تقود في وجهها عاصفة الحزم، بعدما طفح الكيل من أجندة إيران التخريبية في عالمنا العربي. من ناحيته قال الشيخ جديدي أن الله أكرمنا بسعادة الدين والدنيا سعد الدين رفيق الحريري. ولولا مبادرة هذا السعد ما كان العون لنا في هذا اليوم، وما انتشلنا الله من الضياع ومن الفراغ. وكان الحريري قد زار مركز بلدية مشحة حيث التقى رئيس البلدية خالد عبد القادر الزعبي وأعضائها واستمع منهم إلى خطتهم الإنمائية للنهوض بالبلدة، كما زار الشيخ عبد القادر محمد الزعبي في منزله. الأمين العام لتيار المستقبل شارك في المصالحة التي رعتها قيادة الجيش ممثلة برئيس فرع المخابرات في الشمال العميد كرم مراد بين عائلتي شمة والأيوبي، وذلك على إثر إشكال بين شخصين من العائلتين، وتمت المصالحة في دارة العميد كرم في رأس الحاش قضاء البترون. العميد كرم أكد أن العائلتين عائلة واحدة، فيما ثمن الشيخ حسن مرعب مبادرة قيادة الجيش وحضور الحريري الغيور على مصلحة رأس الحاش وأبنائها. من ناحيته دعا الحريري إلى وحدة العائلات وإلى أن يكون الحادث الذي حصل عبرة للأيام المقبلة فلا يتكرر أبدا، لأن هذه الحوادث تهدم ولا تبني. وفي الختام تم توقيع اتفاق مصالحة بين العائلتين. نشر الإعلام الحربي في حزب الله شريط فيديو يظهر شاحنة تم استهدافها بصاروخ موجه ما أدى إلى تدميرها ومقتل وجرح أفرادها بحسب ما ذكر الحساب الرسمي على تويتر، غير أن أهالي عرسال أصدروا اليوم بيانا حول الحادثة جاء فيه: تم أمس استهداف شاحنة نقل صخور يقودها حسين حمزة الحجيري في أثناء العمل في مقلع حجار زينة يملكه بلال محمود الحجيري في منطقة ظهر صفا اللزاب في جرد عرسال، وتم نقل السائق إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي ووضعه الصحي مستقر حاليا. أضاف البيان: يأتي هذا الحدث ليشكل استمرارا لمسلسل التضييق على أهل عرسال وحرمانهم من أرزاقهم ومصادر عيشهم من شجر وحجر. هذا الحادث كاد يودي بحياة حسين حمزة الحجيري بعدما أدى حادث مماثل في الصيف الماضي إلى قتل المزارع حسين الفليتي في بستانه في مكان قريب من مكان الحادث الأخير. ووضع البيان ما جرى برسم الدولة اللبنانية ممثلة ابتداء برئيس الجمهورية وانتهاء بالأجهزة الأمنية. بعد الفاصل تتابعون. القوات العراقية تواصل تقدمها في جنوب شرقي الموصل.
نواصل تقديم النشرة لليوم الرابع على التوالي. كثفت المقاتلات الأسدية والروسية غاراتها على حلب الشرقية الواقعة تحت سيطرة المعارضة، ما أدى حتى الآن إلى مقتل 25 مدنيا وأكثر من 150 جريحا، كما سقط عشرات القتلى بينهم أفراد وعائلة واحدة في قصف جوي ومدفعي عنيف على مناطق عدة في الغوطة الشرقية، المعقل الرئيس للمعارضة بريف دمشق. على عكس العديد من أطفال سوريا الذين يقضون يوميا إما تحت القصف العشوائي أو الأنقاض وإما بسبب الجوع والبرد، شاء القدر أن يكتب لهذا الطفل حياة جديدة ليرى وجهه البريء المدرج بالدماء النور من تحت الأنقاض وفي عينيه تساؤلات بريئة لا إجابات لها. الله أكبر. مجزرة جديدة راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى في مدينة حلب، تسبب بها الطيران الحربي الأسدي والروسي جراء قصف بلدة كفرجوم في ريف حلب الغربي، كما سقط عدد من المدنيين بين قتيل وجريح بقصف روسي طال بلدة قبتان الجبل غرب حلب، ولا يزال بعض الأشخاص عالقين تحت الأنقاض وسط محاولات رجال الإنقاذ لانتشالهم. هذا وألقت طائرات قوة النظام المروحي براميل متفجرة تحوي غاز الكلور السام على منازل المدنيين في حي مساكن هنانو، ما تسبب بسقوط قتلى وجرحى إضافة إلى العشرات من حالات الاختناق في صفوف المدنيين. واستهدف القصف أيضا حي الأنصاري، ما تسبب بدمار كبير في مشفى الزرزور التخصصي ومقتل وإصابة العشرات من المدنيين بينهم أفراد من الكادر الطبي للمشفى. من جانب آخر، أعلنت وزارة الدفاع التركية أن الجيش السوري الحر حرر 5 قرى في إطار عملية درع الفرات بمساندة من القوات الجوية التركية، التي قصفت أيضا 80 موقعا لتنظيم داعش الإرهابي وموقعا لوحدات حماية الشعب الكردي. وفي العاصمة السورية، استهدف الطيران الحربي الأسدي بلدات الغوطة الشرقية بعدة غارات بالصواريخ، مستهدفا مدينة جسرين ومدينة عربين، موقعا قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال، في حين تعرضت الأبنية السكنية في حي جوبر لقصف عنيف بقذائف الهاون وسط غارات جوية عنيفة على مدينة دوما وحرستا، وتسبب القصف بإلغاء صلاة الجمعة في مدينة دوما، وذلك جراء استمرار القصف الجوي والمدفعي منذ أيام على الأحياء السكنية في الغوطة الشرقية ضمن حملة قصف ممنهجة بدأت قبل أسابيع وما زالت مستمرة. بثت وزارة الدفاع الروسية لقطات فيديو لهجومها الثلاثي الأول على مواقع استهدفتها في سوريا انطلاقا من قواعد روسية وأخرى سورية، إضافة إلى حاملة الطائرات الأميرال كوزنتسوف، وأظهرت الصور عملية التزود بالوقود في الجو وأطلاق الصواريخ على أهداف أرضية، إلى جانب عمليات الإقلاع والهبوط للمقاتلات الروسية من حاملة الطائرات الراسية في البحر المتوسط. للمرة الأخيرة قبل مغادرته البيت الأبيض، التقى الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته باراك أوباما 5 من القادة الأوروبيين في العاصمة الألمانية برلين. وبحسب البيت الأبيض، فإن المجتمعين عبروا عن قلق بالغ إزاء الوضع الإنساني في حلب وطالبوا بوقف فوري للهجمات، كما تناول البحث مصير العلاقات الأوروبية الأمريكية خصوصا بعد انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، وذلك خلال لقاء الذي جمع أوباما مع نظيره الفرنسي فرانسوا أولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إضافة إلى رؤساء الحكومات البريطانية والإيطالية والإسبانية. قال وزير الخارجية الأمريكية جون كيري إنه بحث كل الجوانب المتعلقة بمدينة حلب مع نظيره الروسي سيرجي لافروف خلال لقائهما على هامش قمة أبيك في البيرو. من جانبه، وصف لافروف لقاءه مع كيري بالمثمر، نافيا تنفيذ الجيش الروسي ضربات جوية في شرق حلب الخاضع لسيطرة المعارضة هذا الأسبوع. مدد مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه 15 لمدة سنة كاملة مهمة فريق المحققين الدوليين المكلفين بتحديد المسؤولين عن هجمات بالأسلحة الكيميائية في سوريا. وقالت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة سامانتا باور إن آلية التحقيق المشتركة
بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية هي أداة أساسية لمكافحة الإفلات من العقاب، مؤكدة أن هناك أدلة موثوق بها على هجمات عدة بالأسلحة الكيميائية شنها النظام السوري. في اليوم 33 من معركة تحرير الموصل تواصل القوات العراقية تقدمها من المحور الجنوبي الشرقي، فيما أعلنت ميليشيا الحشد الشعبي أنها باتت على مشارف قضاء تل عفر. تزامنا حذرت منظمات دولية إنسانية من أن عشرات آلاف الأسر العراقية بحاجة ماسة إلى مساعدات إغاثية عاجلة، مشيرة إلى أن عدد النازحين تخطى 59,000. حققت القوات العراقية تقدما ميدانيا ملموسا على محاور عدة من الموصل، وباتت على مقربة من الساحل الأيمن من المدينة الذي يعد المعقل الرئيس لمسلحي تنظيم داعش الإرهابي ويضم نحو 30 حيا سكنيا. قوات الفرقة 9 من الجيش العراقي تتقدم من المحور الجنوبي الشرقي بشكل متوازن مع تقدم قوات مكافحة الإرهاب من المحور الشرقي باتجاه حافة نهر دجلة الذي يفصل الساحل الأيسر عن الأيمن. وفي اليوم 33 من معركة قاضي مونيانين وواصلت القوات العراقية تقدمها نحو مركز مدينة الموصل، وانتزعت من مسلحي داعش قرية عمر كان شمال أثار النمرود وسيطرت عليها بالكامل ورفعت العلم العراقي فيها بعد تكبيد تنظيم خسائر بالأرواح والمعدات. كما حررت وحدات الفرقة المدرعة 9 قرية تلوعي شمال محور الزاب بالكامل ورفعت العلم العراقي على مبانيها. هذا وأعلنت ميليشيا الحشد الشعبي أنها باتت على مشارف قضاء تل عفر غرب الموصل بعد استكمال تفكيك الألغام في مطار المدينة المحرر، وهي تنتظر ساعة الصفر لإطلاق عملية اقتحام القضاء وطرد مسلحي داعش منه. سياسيا، وبعد الجدل الذي أثاره بإعلانه عدم انسحاب قوات البشمرجة من المناطق المحررة من داعش في محافظة نينوى، عاد رئيس إقليم كردستان مسعود البلازاني وأكد التزامه بالاتفاق المبرم مع حكومة بغداد المركزية بتنفيذ الانسحاب فور انتهاء معركة تحرير الموصل. أما إنسانيا فدقت 17 منظمة دولية إنسانية ناقوس الخطر بعدما حذرت من أن عشرات آلاف الأسر العراقية في مناطق الموصل المحررة بحاجة ماسة إلى مساعدات إغاثية عاجلة، مشيرة إلى أن عدد النازحين خلال شهر من العمليات العسكرية تخطى 59,000، بينهم نحو 26,000 طفل. بعد الفاصل تتابعون. وداع مؤثر لغاز عاد في خيمة أهالي المفقودين. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان وقد تبعتم فيها. الراعي في بعبدة داعيا إلى تجنب لغة استنباط الخلافات وعون يتسلم أوراق اعتماد السفراء. بيان لأهالي عرسال يؤكد استهداف حزب الله شاحنة وإصابة سائقها حسين الحجيري بجرح. يوم رابع من الغارات الهمجية على أحياء حلب وقصف عنيف على مناطق الغوطة الشرقية. ودع أهالي المخطوفين والمفقودين رئيس هيئة دعم أهالي المعتقلين في السجون السورية غازي عاد. اختار أهالي المخطوفين والمفقودين والمخفيين خيمة اعتصامهم في حديقة جبران خليل جبران مقابل مبنى الأسكوا في وسط بيروت لإلقاء تحية الوداع على رئيس هيئة دعم أهالي المعتقلين في السجون السورية سوليد غازي عاد، بوصفه رمزا من رموز النضال من أجل معرفة مصير أكثر من 17,000 مفقود ومفقودة من ضحايا الخطف والإخفاء بين عامي 1975 و1990. لقاء الوداع للمناضل غازي عاد تحول إلى يوم حزن كبير شارك فيه وزراء ونواب وممثلو منظمات المجتمع المدني والصليب الأحمر الدولي، إضافة إلى عائلة عاد ومحبيه وأهالي المفقودين. We are reminded again that we are truly in a race against time. نتذكر في هذا اليوم مجددا بأننا في صراع ضد الوقت، ولا بد من اتخاذ الخطوات اللازمة الآن حتى تتمكن آلاف العائلات المتبقية من الحصول على إجابات قبل فوات الأوان. وسط الدموع والتصفيق ومناداته بالبطل ونثر الورود، حمل النعش على الأكف لينطلق في موكب إلى قريته الدلبية في المتن مكان إقامة مراسم الجنازة.
يوم الجمعة من كل أسبوع يكاد يكون خلاصا للعديد من المواطنين الذين يقصدون محافظة بيروت من أجل تقديم شكاويهم وتذليل عقبات معاملتهم. تقرير معتصم حميد. إنها قاعة الاستقبال في مكتب محافظ بيروت القاضي زياد شبيب التي تغص على مدار أيام الجمعة من كل أسبوع بالمواطنين، فماذا يقصدون؟ في عنا ناس أو أحيانا بيكون عندهم مشكلة بمعاملة إدارية معقدة بالإدارة منعالجها. في ناس بيكون في شكوى بين الجيران، يعني حتى بيوصل إنه فينا الأمر يوصلوا لعند المحافظ، وحتى بحاول إني أتدخل بالطريقة الموضوعية المجردة إني عالجها. احيانا بيكون في ناس عندهم اقتراحات، تصورات، مشاريع، افكار ايجابيه للمدينه بيجوا بيطرحوها، واحيانا كثيره بيكون في مواطن تعرض لابتزاز او لممارسه غير سليمه من احد الموظفين بيجي لحتى ليشتكي. على هذه الطاوله يجلس شبيب ويستمع الى الحاضرين لتسريع الانجاز والحلول. هذه الطريقه بالعمل الاداري ادت وتؤدي كل يوم الى ردم الهوة بين المواطن والإدارة العامة اللي هي مفترض من حيث المبدأ أنها تكون بخدمته، ولكن مع الزمن ومع تعقيدات العمل الإداري ويعني وجود حواجز نفسية وفعلية أحيانا وواقعية بين الناس والموظفين، صار في بعد وصار في نظرة عند المواطنين عامة إلى أنه الإدارة العامة هي موجودة لظلم، وهذا الأمر مش صحيح. المطلوب هو عودة ثقة الناس بالدولة ومؤسساتها، هذا ما يشدد عليه شبيب. بقول لأهل بيروت، لسكان بيروت، أنه أهلا وسهلا فيهم، بابي مفتوح، أي حاجة أو شكوى عندهم أنا موجود، ووظيفتي الأساسية هي أني عالجها. ما يأمله المواطن هو أن تنتقل عدوى تجربة الباب المفتوح إلى باقي مؤسسات الدولة. صيدا تحيا عيدي العلم والاستقلال باحتفال في سرايا المدينة ومنقوشة بألوان العلم اللبناني من إعداد أطفال الحضانة في الهلالي. عمت الاحتفالات في صيدا لمناسبة عيدي العلم والاستقلال، ففي سرايا المدينة رعى محافظ الجنوب منصور ضو احتفالا بحضور رئيس اتحاد بلديات صيدا الزهراني المهندس محمد السعودي وفعاليات أمنية وعسكرية وبلدية وطلاب. وللمناسبة وجه المنظمون التحية لشهداء الوطن ولاسيما شهداء الجيش اللبناني والقوى الأمنية. للأسف جيلنا والجيل اللي قبلنا هيك بلشنا بانتماء للعالم اللبناني وخلصنا بانتماء للمذهب وللطائفة وللدين. أنا بدي لكم ما تيأسوا، لو النظام مش بخير بس البلد بخير. وتخلل الحفل لوحات مشهدية من وحي المناسبة قدمها طلاب الشبكة المدرسية لصيدا والجوار، وعلى طريقتهم احتفل أطفال حضانة توينكل ستار في الهلالية بالعيدين، حيث شارك أكثر من 30 طفلا وطفلة بإعداد منقوشة لبني بطول 6 أمتار مزينة بخضار البندورة والخيار الرامزة لألوان العلم اللبناني. انطلاق فعاليات مهرجان بيروت للأفلام الفنية الوثائقية في مقر مؤسسة عودة الثقافية في صيدا القديمة، والتي ستستمر حتى يوم السبت، وتأكيد على أن صيدا معلم تراثي ومركز للتفاعل الثقافي والفني. في مقر مؤسسة عودة الثقافية في صيدا القديمة افتتحت أولى العروض المجانية للأفلام ضمن فعاليات مهرجان بيروت للأفلام الفنية الوثائقية باف 2016. وتأتي هذه العروض في سياق برنامج من الأنشطة باشرت مؤسسة عودة بتنظيمها، تأكيدا على الدور الحضاري لعاصمة الجنوب ولإبراز القيمة التراثية لمعالمها وتشجيع الناس على زيارتها. إنه صيدا موقع تراثي، أنا بحب مدينة صيدا، ما كنت عايشة هون بس بحب مدينة صيدا، وبحس انه في مجال انه نجيب اشياء جديده على صيدا، يمكن اهل صيدا بيحبوها بيلاقوها انتريسانت. وجربنا ننقي افلام فكرنا انه اهل صيدا بيعجبون. 7 افلام تعرض مجانا على مدى 3 ايام اخرها يوم السبت، وقد استهلت بعرض فيلم حب وحرب على السطح، قصه طرابلسيه تروي حكايه شبان وشابات من جبل محسن وباب التباني، التقوا مباشره بعد انتهاء الاشتباكات بين المنطقتين. نحن نفترق
ويتضمن برنامج المهرجان أفلام عن زها حديد وأم كلثوم وفيروز والفن في الإسلام وفيلم عن المتحف الوطني وآخر عن قلعة شقيف. وقعت الزميلة في تلفزيون مستقبل شهير إدريس كتابها الأول الحديقة الخلفية، وهو عبارة عن قصص قصيرة تروي حياة نساء بعد سن 40. كل أنواع الحب والمشاعر المتأرجحة بين الشغف والغضب والإغراء تجدها في كتاب الزميلة شهير إدريس الحديقة الخلفية. قصص 40 امرأة أو أكثر في كتاب هو باكورة أعمالها، احتفلت بتوقيعه في فندق لبريستول بحضور حشد من الشخصيات الإعلامية والاجتماعية والسياسية. كلماته بتمنى توصل لكل الناس، تجربة جديدة لإلي بعالم بعيد عن مهنتي هي الصحافة والإعلام. بتمنى لكل الناس اللي بدهم يقروا الكتاب إنه يفهموا قديش المرأة في عندها أشياء بتخبيها بحديقتها الخلفية وقديش بتحب ياريت أنه تظهرها لكل الناس. خلال حفل التوقيع قرأ عدد من أصدقاء الكاتبة مقاطع من الحديقة الخلفية، حيث صور نساء جميلات بعد 40 هن في الحقيقة جوانب مختلفة ومتشعبة لامرأة واحدة روت قصصهم شهير مع حبيب مبهم المعالم ولكن بأسلوب سلس يحاكي واقع المرأة. بصمت كامل ذهبت معه بعد أن انتصف الليل. كان نور الفجر قد حل باكرا بعد أن تلاشى جسدي مرارا على ذلك الفراش الذي لم أعتده يوما إلا إلى جانب روح واحدة أقسمت أن لا يفرق بين روحي وبينها سوى الموت. فخور جدا انه شهير عم تحاول تنطلق الى مجال اخر اضافي، وهذا بيعطي بعد لكل العمل السياسي والاعلامي، وانا بغار من اللي بيكتبوا لاني ما بعرف بكتب. بتوقع منه شهير حديقتها الخلفيه تكون بتشبهها كثير، يعني تخبر شوي عن الشيء اللي ما فيها تقوله هي وعم تقوم بشغله يلي بتعمله كثير منيح. هكذا يتغير الرجال وتملا الخطوه قلوبهم ويسمحون للرياح العاتيه. الكتاب صادر عن دار المؤلف، وستكون الزميلة شهير إدريس على موعد آخر في معرض الكتاب الدولي للتوقيع عليه. مبروك شهير. بعد الفاصل في هذه النشرة، مجلس النواب الأمريكي يقر منع بيع طائرات بوينغ لإيران.